مشاهدينا الاعزاء، اسعد الله صباحكم هذا، ومعكم مصباح عبد الله حسن من خلال قناه الرواد الفضائيه. اليوم نحن في يوم اليوم معاكم مصباح عبد الله حسن من خلال هذه الشاشه المتميزه في برنامج جديد في كل يوم صباح من خلال الرواد كافيه. وصراحه نحن اليوم حابين نبدا البرنامج قبل مواعيده، وعايزين نتكلم مع متابعينا كما عودناكم في كل يوم. هنالك لدينا جديد ما يميزنا نحن صراحة في مجموعة الرواد المتمثلة في قناة الرواد الفضائية. دائما نحن برنامجنا من خلال الرواد كافيه، من خلال وأنا وفريق العمل نتكلم عن هموم الناس وما هي احتياجات الناس وما هي التحديات التي تواجه المجتمع وكذلك تواجه الشركات والمؤسسات في كل مكان. مشاهدينا الأعزاء، اليوم معانا صراحة نخبة من رواد الأعمال، رواد فريق العمل في مؤسسة مجموعة الرواد، وعايزين ناخذ بعض الحوارات معهم ومن ثم نرجع نتابع برنامجنا. نتحول على السيد حاتم. السلام عليكم، صباح الخير. عليكم السلام ورحمة الله، صباح النور. حاتم، عايزين نعرف اليوم برنامج اليوم. برنامج اليوم بالنسبة لنا طبعا شغالين على مسابقة بتنطلق في قناة الرواد الفضائية قريبا إن شاء الله، وقاعدين نجهز في التمبليت وفي الجرافيكس اللي هي اللي بتطلع بها الأسئلة بتاعت مسابقة الرواد. نعم. حاتم، هذا البرنامج مسابقة الرواد، ما هي أهدافه؟ شنو الرسالة منها؟ يعني في أكيد مسابقة الرواد تحمل رسالة سامية للمشاهد والمتابع والمتعامل من خلال، لما نقول المتعامل اللي هو الناس اللي بتعامل من خلال مجموعة الرواد، ما هي الرسالة التي تحملها اللي هو مسابقة الرواد؟ هل هي فيها عائد بالنسبة للمتابع أو المشاهد حتى المشارك في القناة؟ أولا الهدف الأول من المسابقة في المرتبة الأولى يعني هو التعريف بقناة الرواد الفضائية، بيكون أسئلة يعني مرتبطة بقناة الرواد الفضائية. أما في بعض البرامج هنالك يعني أسئلة بتهم الجمهور، يعني مثلا أسئلة في التنمية البشرية، أسئلة في النجاح، كيف نعم. عملية النجاح وما شابه ذلك. نعم. كم المدة الزمنية؟ لأن أنا بحكم أنا مدير المجموعة واليوم مقدم للبرنامج، بس عايزك تتكلم أنت نيابة عني، كم تستغرق، كم عدد السنوات اللي هي اللي تستمر فيها المسابقة؟ المسابقة دي طبعا باعتبار أنه مسابقة يعني ضخمة جدا. نعم. وهي يعني بتلم كل الاتجاهات اللي بتطلع لها المجتمع، فإن شاء الله حتكون تقريبا على تقديري كده 10 سنوات كده. نعم، بالتأكيد طبعا متابعينا في كل مكان، هذا مسابقة الرواد، مسابقة الرواد هذا مسابقة ضخمة، وهذا المسابقة تستمر حوالي 10 سنوات، وعندنا نحن في كل سنة 10 مسابقات وفي كل شهر مسابقة، لأنه هذا المسابقة صراحة مسابقة ضخمة، والهدف منها هي خدمة الناس، الهدف منها هي توفير حلول متكاملة، الهدف منها يا سيد حاتم أنه نحن نشارك اللي هو الناس اللي عندهم أحلام، نشاركهم نجاحهم، نشاركهم أنه دائما نزرع في قلوبنا الأمل والتفاؤل. وصراحة هذا المسابقة في حد ذاتها مسابقة غيمة، ونحن صراحة هي المسابقة ما كان مجرد حلم نحن نحلم فيه، هي معاناة، هي تحديات يعيشها الإنسان، وكذلك حلول يحتاج لها الإنسان. ولا بد أن كان نحن صراحة في مجموعة الرواد، صراحة أنا وفريق العمل نطلع بفكرة إبداعية، وصراحة أنه هي تقدر الفكرة الإبداعية دي أنه ممكن هي كيف تقدر تساعد الناس على توفير خدماتهم وعلى توفير الحلول المتكاملة. لهذا السبب هذا المسابقة لو نحن إن شاء الله بإذن الله لو نجحنا فيها من خلال مجموعة الرواد، طبعا مجموعة الرواد يا جماعة هي مجموعة كبيرة تتكون من 20 شركة ومؤسسة، وتحت مظلتها 20 نشاطا متنوع مختلف، وكذلك تقدم
تقدم للمتعاملين والمتابعين في كل مكان أكثر من 2000 خدمة وبرنامج تلفزيوني وثقافي وتعليمي وتدريبي وسياحي صراحة وعلاجي وصحة وسلام وكل ما هو جديد ومتميز في عالم المال والأعمال والخدمات المتنوعة والحلول المتكاملة. مسابقة الرواد هي عبارة عن منظومة عمل رائدة متكاملة، وصراحة هذا المسابقة يعني يا سيد حاتم نحن قعدنا ندرس فيها حوالي 3 سنوات، هي عبارة عن تجربة صراحة نحن يعني خضناها في خلال السنوات الماضية، تجربة كانت ناجحة. وأنت تعرف البيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة مشجعة للعمل، مشجعة للنجاح، مشجعة للإبداع والابتكار، وكان لابد من إحنا صراحة وصراحة كذلك ما حصرناه اليوم من 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 تحديات على مستوى الوطن العربي والعالم أجمع. لقينا الناس صراحة كثير هنالك عوائق وتحديات تعوق الناس في سير أعمالهم وتقديم خدماتهم، وصراحة طلعنا بفكرة إبداعية اللي هو نقدر أنه نعمل منظومة اسمها منظومة الرواد، وكذلك برضو لديها منهجية تدرس يعني تحت مظلة أكاديمية الرواد للتدريب. هذه المنظومة لديها منهجية صراحة متوسعة، وصراحة هذه المنهجية تطبق تدي الجانب العملي والنظري في نفس الوقت. يعني يمكنني أقول لك الأكاديمية الأولى على مستوى الوطن العرب والوطن العربي والشرق الأوسط أنه تعطي، هي صراحة تعطي الجانب النظري والجانب العملي في نفس الوقت. وكذلك تحت المنظومة دي اللي هي مسابقة الرواد اللي هي تستمر لمدة 10 سنوات، والهدف مش أنه نحن عايزين نسوي بين يعني ما نحن دارين نطلع من الأمور التقليدية، ما عايزين مثلا زي المسابقات العادية مثلا تعال الناس تسابق على جوائز ونديهم جوائز، لا هذا موضوع تاني، ده جانب نحن سويناه شيء تجيعي. لكن الموضوع الفكرة أنه فكرة المسابقة تعطي المجال لكل إنسان طموح، لكل إنسان صراحة لديه أحلام، لكل إنسان لديه أمنيات. أنا أتكلم عن الأحلام والأمنيات، مش الإنسان لما ينام ويقوم هو صراحة يقوم بحلم، لا أنا أتكلم عن الحلم اللي هو الإنسان لما يكون لديه أمنية يكون داري أنه عنده حلم عايز يحققه، مثلا عايز يبني مستقبل أسرته، يبني مستقبل أولاده، يبني مستقبل عياله وطنه. ولهذا السبب ان احنا عايزين ندي الفرصه لكل انسان عايز يقدم فكرته من خلال منبر الرواد، او من خلال يقدم فكرته من خلال شاشه قناه الرواد الفضائيه. احنا عايزين نديه مساحه بحيث ان يوصل فكرته للناس، لانه قد يكون هذا الشخص لديه فكره ناجحه والناس ما تعرفه، ولا بد من يكون هنالك صراحه لا بد من يكون في تضحية، يكون في قناة إعلامية، لا بد من تكون في مجموعة تدي المساحة لهؤلاء الأشخاص حتى يحققوا طموحاتهم، حتى يوصلوا رسالتهم للآخرين. ممكن هنالك أشخاص كثيرين صراحة كذلك خيرين طموحون عندهم، يعني دائما عندهم أنه يتبنوا أفكار الآخرين، وأنه ممكن هذا الفكرة تخدم كذلك هذا الإنسان الطموح اللي هو يتبنى هذا الشخص حتى أنه يستفيد من فكرته، ممكن يستفيد منها في تنمية سواء كان تنمية الموارد البشرية، أو سواء كان تنمية المؤسسة، أو سواء كان تنمية الدولة. وطبعا دي 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 المسابقة بشكل نحن مختصر اتكلمنا عنها. وشنو وصلت يعني أسألك سؤال السيد حاتم في تجهيز المسابقة، يعني الآن وصلت النسبة كم تقريبا نسبة الإنجاز؟ نسبة الإنجاز لحد الآن تقريبا 70%، لأنه لسه هتكون في أشكال جديدة وفي أفكار جديدة لعرض الفكرة ولطرح المسابقة بطريقة يعني مناسبة. نعم. طيب يا يا سيد حب، طبعا أنت شفت من خلال أروقة الرواد شفت حركة دؤوبة دائما من خلال اللي هو المبنى أو مركز الرواد للأعمال، هنالك في حركة دؤوبة اللي هو الناس اللي هو سمع عن الرواد والآن بدوا. طبعا أنا ممكن أشرح هذا جماعة، صراحة نحن من خلال أروقة الرواد ومن خلال مركز الرواد
صراحة في حركة دؤوبة دائما على مدار الساعة، والناس تسمع عن فكرة الرواد وتسمع عن رؤية الرواد، وصراحة أنه هو يعني عندها إحساس أنه هي تنضم لهذا المجموعة وللفكرة حقها المبدع. يمكن أن أقول لك صراحة خلال هذا الأسبوع أتواصل معي كم من الشخصيات من بلدان عربية وبالتحديد من المملكة العربية السعودية، ويمكن على تاريخ 25 هذا الشهر، يمكن بعد كم من يوم، صراحة من الناس المبدعين والشخص المتابع لشاشة قناة الرواد الفضائية مما تحمل من فكر وتميز وإبداع وابتكار، وصراحة هذا الشخص جاء يحمل في جعبته الكثير من الفكر والعمل والرؤية. يمكن أنا أقول لك كان، وصراحة يمكن من المملكة تقريبا حوالي 4-5 أشخاص الآن يتواصلوا معي، ويعني هم أصحاب، يعني الغريبة هم أصحاب رؤوس أموال، أصحاب أعمال أوريدي، أعمال غايمة، بس صراحة لفت نظرهم اللي هي ما تقوم به مجموعة الرواد، صراحة متمثلة في قناة الرواد الفضائية، الحاجة اللي بتتقدم من خلال هذا الشاشة، هذا الشيء الكبير صراحة لفت نظرهم. الفكر الجديد، الفكر الجديد، الفكر المبتكر، يعني المبدع الفعلا، انه الفعلا كان له دور كبير انه في تاثير تحريك مشاعر الاخرين، حتى لو كان هم رؤوس اموال حابين صراحه يشاركوا في هذا الفكره وانه يبنوا معانا هذا المنظومه، لانه شافوا صراحه العمل حقنا هو مش صراحه نحن هدفنا انه نحن نحقق ايرادات اموال، لانه شافوا نحن عندنا رؤيه، وفعلا لما شافوا نحن نتكلم من خلال شاشه قناه الرواد الفضائيه لقى يا سيد حاتم لقى كلامنا نحن مغنع ومؤثر، وانه فعلا ده الناس المحتاجين له، سواء كان غاده او سواء كان دول، سواء كان غاده او مؤسسات او سواء كان موارد بشريه. واليوم صراحه المجتمع باسره في تحدي كبير، صراحه متعطش على الفكر الجديد، متعطش على الفكر المختلف، وصراحه ده ما يميزنا نحن في مجموعه الرواد، ودي الفكره اللي احنا طلعناها في مجموعه الرواد، كيف نحن نقدر صراحه نطلع بفكر ابداعيه، وانه نقدر نحن صراحه نعكس افضل صوره مشرفه وصوره هادفه. نعم، وقناه الرواد الفضائيه هي فعلا رساله وعي للاعلام الاخر حتى يحزو حزو قناة الرواد الفضائية ومما تحمله، مما تحمل من فكر وإبداع وتعكس. قناة الرواد الفضائية طبعا هي السيد أحمد السيد حاتم، هي المرآة التي تعكس أعمال ومجموعة الرواد والرؤية. طبعا نحن حتى نفهم أنه حتى المتابع يكون هو حتى نحن هويتنا عربية والرؤية إماراتية. الفكر الكبير الفكر المغفور له الشيخ زايد، مؤسسة الشيخ زايد، المؤسسة التعليمية، المؤسسة التدريبية، الإمارات صراحة صارت مؤسسة للعلم والمعرفة وللتدريب، وصراحة كل أي إنسان بإمكانه يقدر يحقق أمنيته صراحة في إذا ما كان أقول لك في سنين، في شهور، ممكن يكون في سنون معدودة أن الإنسان ممكن يقدر يحقق حلمه. ولهذا السبب نعم طبعا كله منتهد في الإمارات، أنه أي إنسان صراحة يشتغل بكل إخلاص بكل أمانة، أي إنسان صاحب فكر صاحب رسالة صراحة مؤمن برسالته ومؤمن بفكرته لأنه ناجحة، الإمارات صراحة زي ما قلت لك البيئة فيها محفزة للعمل، محفزة للإبداع للابتكار. ومن وجهة نظرك يا سيد حاتم، شنو أنت ترى رؤية الإمارات، رؤية مجموعة الرواد المستقبلية؟ هل هي فعلا أنه حتوفر تقدم خدمات للناس، توفر حلول متكاملة؟ والله طبعا أنا عايز صراحة بكل أمانة، يعني أنا عايزك تجاوبني هذا الجواب، وصراحة أنا أول مرة أسألك هذا السؤال من خلال هذا الشاشة، ويمكن أنا ما سألتك هذا السؤال، ومن خلال حتى أنا عايزك تكون أنت صادق ووفي مع الجمهور، مع المشاهد، قبل ما تكون أنت صادق معي، لأنه اليوم رسالتك أو الحاجة اللي أنت حتتكلم فيها دي هي دي رسالتك، وده فعلا الخلفية اللي أنت بتكون أكيد عندك خلفية اللي بتعمل أنت فيها، سواء كان فكرة مجموعة رواد أو سواء كان نحن حاجة نقدمها من خلال هذا الشاشة. طيب، أنا من خلال عملي هنا مع مجموعة الرواد، فإن شاء الله يعني المستقبل حيكون يعني زاهر جدا، بما أنه في جهد وفي يعني أفكار وفي قادة يعني فعليين يعني حقيقيين ما شاء الله، وفي إدارة يعني جيدة متماسكة،
فأنا برأيي إنه المستقبل حيكون زاهر جدا يعني. يعني يعني أنت شايف الرؤية اللي هي الآن تعمل عليها مجموعة الرواد أو من خلال مركز الرواد، طبعا مركز الرواد، شايف الرؤية دي فعلا هي مثلا أنه حتخدم الناس، أن فعلا أنه من وراء الفكرة في عمل؟ طيب أنا بما أنه نحن يعني شغالين في الجرافيكس، طبعا القادة واللي هم المدراء هنا اول ناس بيشرحوا للفكره عشان انه نوصلها للمجتمع. طبعا احنا ناس الجرافيكس اللي هو بيشرحوا لنا الفكره على اساس انه نوصلها بطريقه بصريه وبطريقه سمعيه وبطريقه يعني بطريقه رسوميه للمجتمع. فنحن اول لازم ان احنا اول نفهمها تمام حتى نوصلها انه للمجتمع يفهمها. فمن خلال يعني القاده اللي طرحهم للمشروعات وللافكار وللرؤيه الرواد يعني انا شايف انه يعني مقنعه جدا. والله شوف صراحه متابعينا يعني بكل امانه بكل اخلاص صراحه فريق العمل في مجموعه الرواد من خلال اروقه الرواد من خلال مركز الرواد يعمل بكل جد، يعمل ليلا ونهارا جادا بحيث انه فعلا انه يقدر يحكي صوره مشرفه. وطبعا نشوف اليوم داخل علينا السيد رامي. السيد رامي السلام عليكم. صباح الخير سيد رامي. كيف الحوال؟ الحمد لله تمام الحمد لله. صباح الخير السيد رامي. الله يسلمك. طبعا السيد حاتم حننتقل للسيد رامي ونتناقش نتحاور. اكيد اتفضل اجلس السيد رامي. تفضل اجلس. طبعا سيد رامي نحن اليوم حاولنا نسبقكم في البرنامج وحابين نحن صراحه اليوم نقدم يقول خير البر عاجله وحابين نحن اليوم قلنا نتكلم قبل ما انتم تجونا وانا حبيت اليوم صراحه طبعا صراحة اول يوم اول يوم طبعا صراحه انا اقدم برنامج جميل واطلع على الهواء مباشره بحيث انه انا خاطب المتابع لانه ان متعاملين او متابعين قناه الرواد الفضائيه متشوقين دائما يكون انه نحن نبدر في برنامجنا. صحيح. وكذلك فريق العمل ما شاء الله اليوم اشوف في مجموعه كبيره يعني جايين بدري ولديهم بعض الاعمال وقلنا نحن نعجل. صحيح. وحتى نحن نتكلم لحد ما اللي هو انت تستلم البرنامج. صراحة بشكرك كثير، فكرة جميلة كثير وصباح الخير عليكم جميعا وصباح الخير على السادة المشاهدين. كنا محضرين امبارح فكرة. نعم. عن موضوع اليوم. ما هو نحن دائما تعرف نحن نسبق الأفكار أكيد. بس رامي قبل ما نحن يعني نكمل برنامجنا. نعم. يا ريت نطلع فاصل قصير ومن ثم نواصل برنامجنا. يلا فاصل قصير ونواصل. متابعينا في كل مكان أسعد الله صباحكم، نعاود إليكم من جديد من خلال هذا البرنامج المتميز برنامج صباح الرواد من خلال الرواد كافيه. نحن معكم مع السيد رامي. صباح الخير مرة ثانية. يعني اليوم مفاجأة، عملت فينا مفاجأة حلوة. أنت دائما سباخ ودائما مفاجآتك لا تتوقف. نعم نحن طبعا شو 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 يعني اللي صار اليوم؟ السيد رامي أنت تعرف أنه العمل يحتاج أنه الإنسان يتحرك. نحن دائما الشيخ محمد بن راشد دائما يتكلم انه لا تنتظر الاخرين. جميل. تعمل. جميل. ودي عباره صراحه كثير عجبتني واثارت في نفس المشاعر انه انا لا انتظر حد وابدا، دائما ابدا واعمل ومن ثم يلحق بي الاخرين. ولهذا السبب صراحه نحن بدينا، ولانه صراحه نحن اليوم السيد رامي نحن لانه عندنا مشكله كبيره. لو كان الزمن اليوم موجود في المحلات التجاريه وفي الاسواق لكان اشتريت الزمن. صحيح. لكن الزمن صراحه
ما دام الزمن غالي، ما دام الزمن قيمته ثمينة، صراحة نحن لا بد من نسبق الزمن، وقبل ما الزمن يسبقنا نحن لا بد من نسبق الزمن، ومن ثم نبدأ نعمل، ومن ثم يلتحق بنا الآخرين حتى نواصل برنامجنا ونواصل عملنا من خلال أروغة الرواد. والله أنا بشكرك أول شيء على هذا العطاء المستمر، ومن هنا أنا بنطلق على موضوع برنامجنا اليوم، هو العطاء. ما هو العطاء؟ العطاء العطاء مفهوم كبير. نحن اول حاجه دارين نفهم يعني نعرف العطاء، ومن ثم بعد ذاك نشرح ما هو العطاء. جميل. مفهوم العطاء هو، شوف، هي المشاعر والاحساس او تحملك للمسؤوليه. وعندما الانسان هو يتحمل مسؤوليته، وعندما الانسان يكون عنده لديه احساس ومشاعر، حينها سوف يتولد العطاء. والعطاء هو غريزه، العطاء هو عباره عن صفات نبيلة يزرع الإنسان في دواخله، ومن ثم شنو يبدأ يزرعه، ومن ثم يبدأ شنو يبدأ يتعامل مع الآخرين، اللي هو التعامل الراغي، التعامل المتميز. العطاء هو كل ما هو جديد ومتميز. العطاء كل ما هو صراحة حب العمل، حب الخير للآخرين. العطاء الإنسان ما يكون هو بخيل، الإنسان الأناني، الإنسان ما يكون أناني، هو ده الإنسان اللي هو صاحب العطاء. صاحب العطاء دائما هو الإنسان السباق في العمل المتميز. جميل. العمل الرائد. صاحب العطاء هو الإنسان اللي بيفكر بطريقة مختلفة. أنا زي ما قلت لك، مفهوم العطاء مفهوم كبير. ولما نحن يعني لما نعرف مفهوم العطاء يا سيد رامي، صراحة هذا مفهوم متشعب ومفهوم كبير. يعني مثلا أنا أقول لك، العقل صاحب عطاء. جميل. وكونك أنت اليوم تقدم عمل للناس متميز، هذا عطاء. وكونك تقدم أعمال خيرية للناس كذلك، هذا عطاء. عقلك كوني يفكر، هذا عطاء. وإذا كان أنت اليوم دربت عقلك على التفكير، على الإبداع، على الابتكار، هذا عطاء. وأنت أي شيء يولد الإنسان، أي طاقات يولد الإنسان إيجابية، هي كلها عطاء. ومن ثم العطاء تتقسم إلى عدة أقسام تختلف بعد ذلك، شيء يكون شنو عمل خيري، ومن ثم شيء يكون خدمة للناس، خدمات مجتمعية، ومن ثم شيء يكون برنامج تدريبي أو برنامج، هذا كله عطاء. أي طاقات يبذل الإنسان طاقات إيجابية، كل هذا عطاء. كل هذا عطاء. نعم. هل من الممكن أن المعطاء تمام يتوقف عن عطائه، أم هو دائما هذا شيء مزروع داخله وهو مستمر؟ العطاء يتوقف في حالة واحدة. إذا كان الإنسان، شوف، إذا كان الإنسان عقله وقف عن التفكير، توقف معك العطاء. لا يعني حياتك في الوجود أنت صاحب عطاء. لا يعني أنت كونك أنت موجود في الحياة وانت ما تقدم، يعني انت اذا ما كان انسان ايجابي كيف تكون انت صاحب عطاء؟ صاحب العطاء هو الانسان اللي بيتحرك، هو الانسان اللي بيستثمر عقله، هو الانسان اللي بيفكر بعقله. واذا انا ما افكر بعقلي وانا ما اقدم خدمات للناس، كونك انت بس تفكر للامور الايجابيه، انت صاحب عطاء. اذا انت مؤمن، انت انسان، وان ربنا سبحانه وتعالى اكرمك بنعمه العقل وبديت تفكر بعقلك، انت صاحب عطاء. لأن اليوم لأنه أصلاً قبل ما يكون الإنسان، من هو صاحب العطاء؟ صاحب العطاء هو عقل الإنسان. جميل. إذا كان أنت ما عندك عقل، ما بتكون أنت صاحب عطاء. إذن صاحب العطاء هو العقل اللي بيفكر في الإنسان، واللي هو يفكر في الطاقات الإيجابية، أو يفكر في أنه يقدم عمل متميز، أو سواء كان، أنا قلت لك، أي عمل من الأعمال اللي هو يخدم الإنسان الآخر. ما طال أنت إنسان، ما طال أنت جزء من المجتمع والمجتمع جزء منك، أي عمل أنت تقدم، سواء تقدمه لنفسك أو تقدمه للآخرين، في حد هذا ذاته كله عطاء. يلا بعدين توقف على شنو مفهوم الإنسان للعطاء. مفهوم الإنسان للعطاء، لابد من الإنسان هو يزرع في نفسه غريزة العطاء، أن يكون هذا الإنسان صاحب عطاء. وأكبر أكبر أكبر, أكبر شيء يقدم الإنسان، أكبر عطاء يقدم الإنسان، عند أكبر عطاء يقدم الإنسان اللي هو تفكيرك بطريقة مختلفة، اللي هو التفكير الإيجابي. جميل. هذا أكبر عطاء يقدم الإنسان. جميل. طيب خلينا نحكي عن التفكير بطريقة مختلفة. نعم. تمام. كيف نمرن أنفسنا تمام لاستمرارية التفكير بطريقة مختلفة؟ أمر بسيط. إذا أنت اليوم عايز تمرن نفسك تكون أنت صاحب عطاء، بس عليك أن تعمل جاهدا شغلة واحدة، ما تعمل أكثر منها. عليك أن تعمل جاهدا أنه تفكر بعقلك بطريقة مختلفة. يا أخي نحن قلنا ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بنعمة العقل. إذا أنت إنسان، إذا أنت حسيت أنت إنسان
إنسان إيجابي. إذا أنت حسيت أنت إنسان أنه ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بنعمة العقل، عليك أن تستثمر عقلك، عليك أن تبدأ تفكر، عليك أن تبدأ تعمل. كيف أنت تعمل وأنت ما تفكر بعقلك؟ وأفضل نعمة، أفضل نعمة للإنسان هو نعمة العقل. الإنسان ربنا سبحانه وتعالى كرمك بالعقل، لماذا كرم؟ لازم الإنسان يسأل سؤال، لازم الإنسان يسأل سؤال لنفسه، لماذا كرمني الله سبحانه وتعالى بالعقل؟ عشان العطاء، عشان أنا أكون شنو؟ أنا أكون صاحب عطاء. إذا أنت ما عندك عقل كيف بيكون أنت صاحب عطاء؟ صاحب العطاء هو لما يكون الإنسان اللي هو صاحب العقل السليم، صاحب العقل السليم اللي بيفكر به حتى أنه يخدم مجتمعه، يخدم أسرته، يخدم وطنه. طيب ما رأيك ناخذ استطلاع مع الزملاء عن هذا الموضوع، موضوع العطاء ومفهوم العطاء؟ بالتأكيد بالتأكيد نتحول. أول شيء صباح الخير على الحضور اللي يعني طبعا ما شاء الله الآن شرفونا بعض الشباب اللي هو فريق العمل في مجموعة الرواد، الأخ رامي والأخ محسن والأستاذة منال ومصطفى، مصطفى وكريس وما شاء الله يعني وندى، وندى وأروما. نعم. وكل الشباب طبعا من هذا من هو صراحه. من وين نبدا؟ من وين نبدا؟ نبدا من السيد محسن. محسن دائما يحب يجادل يعني في المواضيع، احنا نحب المجادله والمناقشه في المواضيع بحيث انه نتناقش. اوكي سيد محسن، برايك تفضل. خلينا نجلس مع السيد محسن. تفضل. طيب السيد محسن تفضل معانا. انا حاجلس مع الاخ محسن حتى اكون قصاد الكاميرا. السيد محسن صباح الخير. اول صباح حاجه ازيك يا سيد مصطفى؟ صباحك نور وصباحك عسل. اليوم صباح السعاده. يبين اليوم من خلال وشك اليوم احس ان انت اليوم سعيد. الحمد لله. شكل الطريق ما في زحمه والامور يعني؟ لا والله في زحام، بس هي المشكلة ان انا عشان جاي لبيتي، طلعت من بيت جاي لبيت الثاني، فده بيتي الثاني. يا سلام. طلعت من بيتك الاول جيت لبيتي الثاني، فعشان كده ببقى سعيد، لان دي عدد الساعات اللي انا بقضيها دايما هنا اطول من ساعات الله. طب الكلام هذا لو الان سمعته مراتك من خلال القناة بتقول انت عندك زوجة ثانية؟ لا لا لا، هي فاهمة. هي فاهمة. بالنسبة لمحسن واحدة تكفي. لا لا طبعا الحمد لله. وطبعا صراحة دائما أنا كنت أتكلم الإنسان يجعل مكان عمله أنه يكون بيته الثاني. أكيد طبعا. الإنسان يجعل مكان العمل البيت الثاني، صدقوني هذا في حد ذاته هي طاقات إيجابية. هي صراحة هي هذا يعني الإنسان، لأنه ده هو ده جزء من أحلام الإنسان. مكان عملك هو جزء من تحقيق أحلامك. واليوم إذا مكان عملك أنت ما تهتم فيه وما تكون حريص فيه، أكد تماماً أنت ما حتقدر توفر حاجتك بشكل يومي، سواء كان لأسرتك أو لنفسك. السيد محسن، عايزين اليوم نشوف برنامجك شنو اليوم في العمل. والله اليوم في يعني شغل مزدحم شوية، في عندي بعض الأعمال اللي هقوم بها إن شاء الله، منها قوائم الدخل والحسابات الخدمية ده بستعد لها عشان إن شاء الله بإذن الله نجهزها ونطلع المنتج ده في أتم شكل حلو. طبعا اللي بيساعدنا في كده وجود يعني سيستم سهل. نعم. الواحد بيجي يجلس السيستم اللي موجود معاه سهل وبسيط ومبسط ان الواحد يشتغل عليه، وبيتميز السيستم ده فعلا ان كل حاجه والواحد جالس في مكانه، يعني حتى اللي عاوز اجازه بيقدمها على السيستم في ثانيه، اللي عاوز سلفه بيقدمها على السيستم. فوجود السيستم السهل ده بيساعد الواحد ويطلع منتج سهل وبسيط مبسط للناس اللي حتى اللي مش محاسبين يفهموا يعني ايه المحاسبه. نعم نعم. يعني اليوم شنو جدول عملك؟ اليوم انا بعمل اعداد لقائمه الدخل او الحسابات الختاميه وتسويات البنكيه ان شاء الله. شو تشوف في سهوله في سهوله في العمل في الاجراءات عندك داخل؟ والله في تازم، في ازمه، في تعقيد في الاجراءات، في في صعوبه في انجاز العمل؟ لا طبعا، هو السيستم عشان السيستم بسيط فبيبسط كل شيء، وده دي ميزه انه بيبسط موضوع الشغل او بيبسط موضوع العمل بين حتى الزملاء نفسهم، ان تطلب شيء بتدخل على السيستم فالسيستم بيبقى سهل في الموضوع ده. السيد محسن، نحن امس كنا نتكلم في موضوع وانا ناديتك في موضوع سالتك من، وانا عايز اليوم اسيره هذا الموضوع امام الراي العام على الهواء مباشره. ومن بسالك سؤال،
بالنسبة للمشاريع، أنت باعتبارك أنت اليوم تشتغل في مجال المحاسبة، إذا كان واحد مثلاً، إذا واحد عايز يعمل مشروع، تمام، عايز يعمل مشروع بسيط، تمام، وعنده رأس مال مثلاً نقول 150 مليون، أو أنا خليني أنا أسألك، كيف يتم تأسيس المشاريع؟ كيف الواحد يأسس مشروعه؟ شنو الإجراءات المفروض يبدأها حتى كمان المشاهد يستفيد؟ اللي في ناس كثيرين عندهم أحلام، تمام، عندهم أمنيات، عايز واحد يعمل مشروع بسيط، لكن قد يكون هو ما عنده رأس المال، أو قد يكون عنده رأس المال، أو عايز هو يلتجي لجهة معينة تمول. شنو المفروض نحن إجراءات نسويها وحتى يتكلل عملنا بالنجاح ومن ثم يحقق المشروع أهدافه؟ أول حاجة أن صاحب المال اللي عاوز يعمل الشغل ده، أول حاجة لازم يكون عنده خطة. نعم. أول حاجة في الخطة تحديد الهدف، يكون عنده هدف هو عاوز إيه، اللي هو تقصد يشتغل في إيه؟ لا، اللي هو مثلا أي واحد، مثلا أنت تقول أي واحد عنده فكرة عايز يعمل مشروع، ما هو أصلا بيكون عنده، هو عنده هدف. أي إنسان عايز يعمل مشروع اللي هو عنده هدف، دار يسوي مشروع، المفروض شنو يسوي؟ يعمل خطة، والله المفروض يلتجي لأماكن اللي هي حاجة اسمها بيوت الخبرة، اللي هي عشان تعمل له دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع اللي هو عايز يسويه. تمام. أولا مش محتاج أن يلجأ للمكاتب دي، ممكن أن يعملها هو بنفسه. يعني دي الجدوى، دي الجدوى معناها كلمة جدوى اقتصادية، يعني الهدف أو الجدوى أو المشروع ده نفسه هدفه ايه. نعم. هو هو مش محتاج أن يلجأ لمكتب محاسبة. نحن ما دارين نهدف المشروع، ما دارين نحدد هدف معين للمشروع. أنت نقول 20 واحد عندهم، كل واحد عنده مشروع مختلف. أنت تعرف في شركات متخصصة أكيد. اللي هي اسمها بيوت الخبرة، الحلول المتكاملة، بحيث أنه تعمل لك خطة أو دراسة جدوى لمشروعك. تمام. من ناحية مالية، أنا أدرسلك من الناحية المالية، كأنت اليوم ماسك قسم الحسابات أو مدير حسابات في مجموعة الرواد، شنو المفروض أن أنا أتكلم عن الجزء المالي بالنسبة للمشروع، كيف يسترد راس المال، وكيف يؤسس المشروع، وكيف يرد راس المال؟ هو بيتم اعادته مش طبعا بعد سنه ولا اتنين، ده بياخد سنوات طويله على المدى الطويل. نعم. بيعيده مثلا، حطت 10 مليون مش يجي لي ال 10 مليون خلال سنه ولا سنتين، اكيد بياخد مدى طويل او الاجل طويل عم بيستعيد ال 10 مليون. نعم. اما بالنسبه انه يعمل خطه عشان بقى يشوف التزاماته ايه او التكاليف ايه، فطبعا لازم في الاول لازم هيضخ تكاليف. نعم. ضخ التكاليف ده في الاول، يعني مثلا لو اليوم كان نقول راس المال اللي انا محتاج للمشروع 10 مليون درهم، تمام؟ تمام. اللي هي داخله فيها حاجه اسمها اصول ثابته واصول متحركه. تمام. واساسات متداوله، اجهزه كمبيوت، ملتزمات يعني. تمام. هل راس المال ده انا ادخله كامل، والله انا لازم اقسمه على مراحل؟ واذا كان انا حاجتي لازم انا ادخل راس المال اللي هي قيمه 10 مليون درهم للمشروع، وكيف تتم اللي هو كيف تتم تمويل المشروع او كيف يتم تاسيس المشروع؟ ما هو فيش تمويل بيضخ المال، مثلا معايا 50 مليون بحط ال 50 مليون في استحاله، لا، اول بيحط بيعملها على دفعات. نعم. بيجيب اول حاجه اصول ثابته، والاصول الثابته لاي مؤسسه او منشاه بتعلي من اسهم المؤسسه، يعني اي واحد حتى ما يبص الميزانيه قائمه المركز المالي لاي مؤسسه، اول حاجه عينه عليها عنده اصل ثابت قد ايه. انا درس لك سؤال فني. اتفضل. هل اذا كان واحد مستثمر او راس مال، اذا واحد عنده راس مال، واحد راس مالي عايز يستثمر 10 مليون، هل هنالك ديت او تاريخ معين لاعاده راس المال؟ هل هنالك ضمانات؟ لا ما فيش ضمانات. هل هنالك ضمانات في سوق العمل؟ لا يوجد ضمانات بالذات مع الاقتصاد المتغير. فاهم قصدك. طيب كيف انا اقدر اضمن اعاده راس المال؟ ما هو مفيش ضمانات، لكن انت بتسعى انك ايه تشوف التزاماتك ايه المستقبليه وتكاليفك المستقبليه ايه. لا هو لكن مفيش ضمانات، هي ما مرتبطه بالالتزامات يا سيد محسن. انا اليوم خبير في مجال تاسيس الشركات، ان الموضوع ما مرتبط بالالتزامات، الموضوع انه انت عندك راس مال عايز تاسس به مشروع، وراس المشروع ده محتاج ل 10 مليون، وانت ضخيت ال 10 مليون في هذا المشروع، وانت جبت لي دراسه جدوى، كانت اليوم بيت واحد من بيوت الخبره، وجبت لي دراسه جدوى للمشروع، وقلت المشروع ده انه يحتاج 10 مليون، ضخها انت، اصرف او اسس المشروع بال 10 مليون، وخطيت لي ديت معين. طبعا هو اشوف، طيب هل هنالك ضمانات في سوق العمل لاعاده راس المال او لتحقيق الارباح ولا لا؟ لا يوجد ضمانات.
حتى ولو كان انت لان في حاجه يعني في علم الغيب ليه بالضمان ما ينفعش اقول لك كمان 5 سنين اذا تكسب 30 مليون استحاله. هل في ضمان عندك واحد؟ هل في ضمانات لاعاده راس المال؟ هل هنالك ضمانات لتحقيق الارباح حتى لو كانت تجاره، حتى لو كانت بناء، حتى لو كانت عقارات، اي إن كان في المشاريع، هل هنالك ضمان لاعاده راس المال او هل هنالك ضمان لتحقيق الارباح ولا لا؟ طبعا لا يوجد ضمانات. ويمكن امس لما كان النقاش بيننا فحتى يمكن انت قلت الموضوع ده، قلت ما فيش ضمانات في سوق العمل مهما كان. وفعلا بس ما فيش ضمانات في سوق العمل، لا املك ولا حتى يعني المجلس المحاسبي في الدوله اللي هي يعني يقول لك انك تكسب قد ايه، كم 50 60 مليون كمان سنه ولا سنتين؟ استحاله. نعم. يعني مثلا انا اليوم لو انت بيت خبره اليوم انت لو بيت خبره مثلا بيوت الخبره تختلف، يقول لك والله الناس عارفه تعرف مثلا، يقول لك المكان الفلاني روح ابراج الامارات في شركه كده ده في الاماكن او في برج دبي، اديني اي مكان، او تروح في امريكا او في اي مكان يقول لك في خبراء يعملوا لك دراسه جدوى. هل دراسه الجدوى دي بحكم انت اليوم مدير مالي او طبعا انت طبعا درست اداره اعمال ودرست في اللي هو محاسبه، هل هنالك اي عباره تتضمن إعادة رأس المال بتاريخ معين أو تحقيق أرباح؟ هل العبارة دي مذكورة؟ أو حتى خليك من هذا، حتى موجودة في كل الكتب السماوية والإنجيل والتوراة وحتى الدين الإسلامي موجود عبارة بين قوسين أن هنالك ضمان لإعادة رأس المال في حالة أنت كنت مستثمر؟ هل هنالك عبارة موجودة مكتوب عليها ضمان إعادة رأس المال ومن ثم الارباح؟ هل هنالك العباره دي موجوده؟ لا مش موجوده، لان انا يعني المكتب لما بيجي يعمل لي الخطه دي بتبقى خطه مستقبليه، انا ايش ضمني ان كل اللي موجود في الخطه يتم تحقيقه؟ ما هو شوف يعني انت انا اليوم مستثمر انا وانت مستثمر. تمام. انت مستثمر وانا مستثمر، انت 5 مليون وانا 5 مليون، الحمد عليه ما شاء الله، ودخلنا مثلا نقول المخرج عروه عنده فكره. تمام. قال يا جماعه تعالوا يا اخي والله في مشروع كده، وانا وانت دخلنا في هذا المشروع. تمام. عروه عنده فكره، عنده بس هل عروه يضمن لنا فكره اعاده راس المال؟ لا حتى ولو كان انا عملت دراسه. لانه عروه ما يضمن اعاده راس المال ولا يضمن تحقيق الارباح. ليش؟ لانه عروه هو صاحب فكره وليس ضامن لاعاده راس المال وليس ضامن لتحقيق الأرباح. إذا معناته الأرباح وإعادة رأس المال هذا في علم الغيب طبعا أكيد. لكن الإنسان طبعا ما يغامر برأس ماله، إذا كان عنده رأس مال ما يغامر برأس ماله، يحاول أنه بعد حتى لو كان قلنا حاول وشاف اللي هو ما في حاجة اسمها مضمونة، حتى لو كان قلنا والله مشاريع مضمونة برضو فيها أي التجارة فيها ريسك. صح. التجارة بشكل عام فيها ريسك. صحيح. التجارة أنا ما أتكلم حتى عن البيع والشراء، حتى عن الخدمات اللي أنت بتقدمها للجمهور. إذا قدرت تسوي أنت مشروع مثلا، أنت عندك مشاريع كثيرة في بلدان كثيرة فتحت وقفلت مراكز خدمات وغيره وغيره، تشوف هنا مركز بعد شوية قفل. ليش؟ لأنه أنا ما أقول لك هي دراسة الجدوى قد تكون هي خطأ، قد تكون دراسة الجدوى خطأ، قد يكون مكان اختيارك للمشروع قد يكون خطأ، وقد يكون كل شيء سليم، لكن في النهاية دي في النهاية تجارة. التجارة أنت كأنت تاجر هي معرضة ما بين الربح والخسارة. إذا معناته لا توجد ضمانات لا في إعادة رأس المال ولا في الأرباح. طبعا لا توجد ضمانات، بس من خلال بقى المشاهدة المستقبلية، هي الخطة دي خطة معناها خطة مستقبلية، يعني خطة أنا مش شايف بحطها خلال الواقع بقى، عدت سنة، عدت سنتين، عدت ثلاثة، شوف تكاليفي، هل التكاليف عدت والتزاماتي عدت الواقع؟ يبقى انا ستوب، يبقى في شيء غلط. مش معنى كده ان الخطة كانت الموضوع خطأ، لا، في اختلاف ما بين الخطة المستقبلية يعني حاجة لا ما شفتهاش، حاجة في علم الغيب بعملها خطة موضوعية الأول، بعد كده بشوف الواقع العملي بقى واشوف. نعم. نسبة الانحراف بين الخطة وبين الواقع، عدت سنة سنتين ثلاثة لقيت التكاليف زادت ستوب،
شكرا جزيلا السيد محسن. محسن طبعا هو من صراحة المدير، مدير في مجموعة الرواد، ماسك قسم الحسابات. وانت اليوم صراحة كنت ضيف معانا من خلال شاشة قناة الرواد الفضائية. وننتقل الى ضيف طبعاً اخر طبعا بدورني كمان انا ودور الزملاء بشكرك، هذا نوع من العطاء الصراحة. شكرا جزيلا يا رامي. شكرا جزيلا استاذ مصباح. انا بنتقل لزميلنا مصطفى. مصطفى صباح الخير. ممكن المايك؟ اكيد طبعا. كيفك مصطفى؟ الحمد لله حبيبي. كيف بدا يومك؟ والله الحمد لله. في البدايه طبعا بنحب نصبح عليك ونصبح على مشاهدي قناه الرواد الفضائيه، صبح على زوم مصباح وجميع فريق العمل. صباح الخير عليكم. صباح الخير. صباح النور. مصطفى، ما هو مفهوم العطاء؟ والله العطاء بيختلف مفهومه، لانه في عطاء نوعين من العطاء. في عطاء مادي وعطاء معنوي. في البداية العطاء هو بنعرفه ان هو البذل والتضحية، يعني الشخص بيبذل ما في وسعه ويضحي من اجل مثلا ممكن نقول ماله ووقته لمساعدة الاخرين. طبعا العطاء هو زي ما تحركه يعتبر بذل والتضحية بالنسبة للوقت، بالنسبة للجهد، بالنسبة للمال. طبعا العطاء في عطاء مادي وعطاء معنوي. العطاء المادي ان انت بتعطي الاخرين من مالك، من اكلك، من طعامك، من لبسك، من حاجات اللي هي الماديه اللي تشعرهم بالسعاده. اما العطاء المعنوي فهو تقدير الاخرين، تقدير الاحترام، الثقه، الشكر، العرفان. فطبعا العطاء شيء جميل وميزه جميله، واهم ما يميز شعب الامارات ان هو شعب معطاء. طبعا ده يعني موروث من رحمة الله عليه الشيخ زايد بن سلطان، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، لأنه كان يعتبر مثل للعطاء بالنسبة لقادة الدول العربية. فالعطاء موروث، بيعتبر موروث من الشخص نفسه، من البيئة اللي محيطة به. جميل جدا. طيب في كيف ممكن نضمن استمرارية الشخص المعطاء؟ كيف يضمن استمرارية العطاء هذا؟ استمرارية العطاء بتكون ان انت تعطي الشيء بدون ذكر الذات وبدون حب الذات. يعني انت تعطي حد شيء مادي سواء مال او سواء شيء، وان انت ما تقولش لغيره ان انا اعطيت رامي، ان انا اعطيت محمد، ان انا اعطيت. لا، خلي دايما عندك نكران للذات. اعطي الشيء بدون ما تشكر، بدون ما تذكر نفسك ان انت اللي عملت الشيء ده، ان انت اعطيت المبلغ ده. خلي دايما عندك نكران للذات، وبالتالي يؤدي الى استمرارية العطاء. طبعا العطاء بيؤدي ايضا الى حب الاخرين ليك، ان انت تعتبر شخص معطاء، ثقه الاخرين فيك، احترام الاخرين ليك. جميل جدا. شكرا مصطفى. شكرا. بنتقل لزميلنا صلي انا يومين او ثلاثه ما سالته ولا سؤال، اللي هو زميلي عمرو. صباح الخير عمرو. صباح الفل. كيفك عمرو؟ انا راح اقعد مكاني. عمرو، حديثنا اليوم عن العطاء. تمام. برأيك عمرو، مفهوم العطاء، تعريف العطاء؟ العطاء انا شايفه بصراحة يعني ان انت تفيد المكان او الانسان اللي انت تقدر تساعده. العطاء اللي انت تبقى مخلص في شغلك، تبقى مخلص للمكان اللي انت فيه، تلتزم يعني تكون بقدر الامكان ان انت تكون حريص جدا ان انت تبقى يعني بتبذل كل جهدك في ان انت تفيد المكان اللي انت فيه، او تفيد الانسان اللي انت تقدر تساعده بشيء اذا كان مادي او معنوي او باي طرق اخرى يعني. جميل. طيب استمراريته كيف نضمنها؟ استمرارية العطاء طبعا بتبقى شيء يعني مفروض الانسان العطاء ده على طول، مش حاجة، مش مثلا مش بيعطي حاجة عشان مصلحة. لازم يبقى هو طبع فيه عشان يحاول اللي هو ينقل الثقافة دي او الطبع ده للناس. واحنا طبعا يعني بنحاول بقدر الامكان برضو يعني بنعلم الناس التانية مثلا في الامور دي، بتبقى بشكل عملي شوية. يعني اللي اقدر اساعده مثلا اذا كان في معلومة، في 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 شغل اقدر اساعده فيه، بحاول اساعده يعني. استاذ مصباح، تحب تضيف شيء؟ بس انا عندي سؤال. تفضل. سيد عمرو تفضل. هل
أي إنسان فيه عطاء، أو هل أي إنسان ممكن يكون هو صاحب عطاء؟ والله هي بتختلف من شخص للتاني بصراحة. يعني أنا قابلت ناس كتير بصراحة. نعم. يعني ما بيحب، يعني هو طبعه إن هو ما بيحبش يساعد، أو ما بيحب نفسه زي ما بيقولوا. في ناس أنانيين في حياتهم عامة يعني، بس الإنسان العطاء ده عامة يعني هو بي يعني مادام هو بيساعد الآخرين هو بيشوفه في حياته. عايزين السيد عمرو، عايزينك يعني كل إنسان لديه نظرة مختلفة في مفهوم العطاء. أكيد طبعا. نحن عايزين مفهومك أنت للعطاء شنو؟ بشكل عام؟ بشكل عام وبشكل خاص الاثنين. بشكل عام العطاء هو يعني زي ما وضحت لرامي إن يعني أنت مثلا يعني ممكن تشاركنا الرأي، تقول العطاء هو الإنجاز؟ أكيد طبعا. يعني الإنجاز ده يعني إفادة، يعني هو بيفيد المكان اللي هو فيه. يعني العطاء إن هو يعني مثلا صاحب الإنجاز هو صاحب العطاء؟ أكيد طبعاً. يعني هو مش يعني هو طبعاً العطاء في حد ذاته بيختلف من موقف لموقف. نعم. يعني مثلاً هو مثلاً لو في شركة مثلاً في قوانين معينة مثلاً أو لوائح مثلاً بتخص للشركة لازم يحترمها، ده عطاء. يعني هو إنسان مخلص في العمل، اتأمر مثلاً أو اتقال له مثلاً كلف مثلاً بشغل إن هو يخلصه في وقت معين، في مدة مزمنية معينة، ينجزه في اقصى نعم. وقت ممكن، فده عطاء برضه. طيب العطاء هو مهاره؟ طبعا السؤال يحتاج لتفكير، هل هو ممكن يكون مهاره؟ لا، انا اعرف ان العطاء ده طبع او صفه. لا، ممكن يكون مهاره، يعني ممكن يكون مهاره تكسبها انت، يعني من خلال عمل، ولا تكسبها من خلال انت ممكن تكون حريف في مجال معين. أوكي. أكيد في التخصص اللي أنا ببقى فيه بحاول إن أنا أوصل أو أعطي أو لا أعمل. بس أنا عايزك تجاوبني، هل ممكن يكون مهارة ولا لا؟ نحن عايزين شوف سيد عمرو، نحن الهدف من هذا البرنامج من خلال الرواد كافيه هو عصف ذهني، والناس ما تعرف هذا الشيء. نحن قاعد نحاول، أنا شخصيا أحاول أنا يعني أدخل الناس في عصف ذهني بطريقة غير مباشرة. تمام. والآن السؤال اللي أنا بس سألتك ليه، أنه العطاء هو مهارة أنت ممكن تكسبها وممكن تكسبها للآخرين ولا لا؟ هي كلمة مهارة عامةً. جماعة هذا مشاهدينا الأعزاء، متابعينا في كل مكان، هذا عص ذهني مباشرة على الهواء. بالإمكان أي واحد فيكم حب يشاركنا، للناس الموجودين هنا، هل العطاء هو ممكن يكون هل ممكن يكون هو مهارة الإنسان يكسبها ويكسبها للآخرين ولا لا؟ هذا السؤال يبغي له صراحة الناس محترفة في التفكير وفي العصف الذهني حتى تجاوب على السؤال ده. تمام. هو طبعا اي شيء في الدنيا بيبقى مهاره، يعني بمعنى انا دلوقتي ممكن اكون بعمل بقى في عطاء بالنسبه ليا، ممكن يعني مثلا تقول اي شيء في الدنيا يكون ممكن، مثلا اذا انا شغال عامل بناء او عامل اشتغل يوم يومين، هذا هي مهاره؟ لا مش مهاره، وانا ما كسبتها. اذا معناته مش اي عمل في الدنيا يكون مهاره. لا، وانا قصدي في يعني مثلا موضوع الصفه نفسها. يعني مثلا انا دلوقتي انا يعني بنتكلم في موضوع العطاء، يعني العطاء ممكن يكون مهاره بتتطور على حسب الموقف اللي انت بتتحط فيه او ان الواحد بيتحط فيه. هذا المهاره. تمام. طيب، ما هي علاقه المهاره بالعطاء؟ يعني هي علاقه يعني ما في علاقة. متماثله يعني لا لا لا، ازاي يعني المهاره؟ ما هي المهاره عامه هي يعني هي زي طيب ما بيقولوا. انا حاخذ معاك في الموضوع، لان احنا لابد من نتناقش الموضوع ده بكله، عايزين نتعمق فيه في الفكر ان شاء الله. انت قلت اي واحد انه هو عامل ولا شغال في اي مجال. تمام. هو يعتبر انه صاحب عطاء ولا انت مش هذا؟ تمام. طيب اذا واحد هو شغال في مكان معين، فهمت علي، هو بس عليه اللهم يمشي ويجي دوامه بس، لكن ما عنده انتاجيه. تمام. كيف يكون هذا صاحب عطاء؟ هل العلاقة هل هنالك علاقة ما بين الإنتاج والإنتاجية والعطاء ولا لا؟ طبعا في يعني هو يعني الإنسان اللي هو والله شنو يا سيد رامي، أشاركك أنا قالت تشاركنا في الموضوع ده، صراحة معقد شوية ونحن احترنا يعني حتى في الجواب. يا ريت إذا كان في أي حد من المشاهدين،
أول متابعين طيب. عايز يكون يتواصل معنا. مسأل لا أنا عايز أنا عايزك أنت ممكن يسأل الأستاذة ندى، يا ريت الأستاذة ندى موجودة. بس قبل ندى عفوا حاتم في عنده جواب. حاتم طيب أنا العطاء يعني من رأيي الشخصي إنه دي حاجة يعني أنت بتجي من نفسك، يعني ما يعني ما الزول مثلا بأمرك بحاجة أنت بتنفذها، دي حاجة أنت بتبادر بها أنت بنفسك، اللي هي دي ما يسمى بالعطاء. لا هي تقصد أنت تقصد العطاء هو صفة؟ العطاء طبعا هو صفة، يعني هي صفة العطاء، يعني مثلا العطاء نحن الآن عرفنا العطاء هو صفة، هي صفة يتميز بها الإنسان، لكن يا تميزه يعني هل هي صفة أنه يكتسب الإنسان بالوقت؟ هل كله فعلا السيد رامي، هل العطاء نحن الآن زي ما نحن نشارك الرأي اللي هو السيد حاتم قال العطاء هو صفة، طيب هل هو وانت قلت أنه صاحب العطاء هو اللي هو الشخص اللي بيشتغل أي واحد يكسب مهارة هو صاحب العطاء، طيب ما دام نحن الأخ حاتم قال العطاء هو صفة وانت قلت أي واحد يشتغل في أي مجال اللي هو اللي يكسب مهارة هو صراحة صاحب عطاء، طيب إذا كان واحد شغال في مجاله ما عنده إنتاج وإنتاجية كيف يكون عنده عطاء؟ هو يفيد المجتمع به، يعني بيحاول بشرط، يعني أنت تقول أنه بشرط أن الواحد لما يكون هو صراحة يكون صاحب عطاء، أول حاجة يكون هو يكون صاحب عمل أو يكون هو شغال على رز عمل ويكون عنده مهمة يؤديها ويكون عنده إنتاج وإنتاجية ويكون فكرته كمان تخدم الناس. صحيح. هذا كذلك جزء من العطاء. صحيح. هذا يعتبر جزء أو يعتبر هذا كذلك عطاء. وزي ما قال هي زي ما قال أخونا السيد اللي هو حاتم قال العطاء صفة. طيب شنو علاقة ما هي علاقة الصفة بين العمل؟ حاتم قال صفة. أنت قلت العطاء هو صاحب المهارة اللي هو بيقدم خدمة للناس يخدم المجتمع. هو طبعاً العطاء صفة، يعني أنا قصدي يعني أنا مثلاً أنا هتكلم عن أنا شخصياً، أنا ممكن أكون مثلاً عندي مهارة مثلاً في المونتاج مثلاً. مثلاً حد أي حد مثلاً مالوش تخصص أو مالوش معرفة في الموضوع يقول لي مثلاً أعمل دي إزاي؟ فاديله او اديله المعلومه باللي هي تفيده، فده العطاء بحد ذاته. طيب كده ناخد راي الاستاذه ندى. صباح الخير ندى. صباح النور يا هلا. صباح الخير يا ندى وصباح النور والسرور. صباح الخير. في وجهه نظرك العطاء هو صفه والله صاحب العمل اللي بينجز عمل يؤديه بشكل يومي سواء كان عنده انتاجيه او ما عنده انتاجيه؟ نعم. ممكن نقول انه العطاء بيختلف، هو كصفة نفسها بتختلف، يعني سواء عطاء في العمل. نعم. ده حاجة، والعطاء إنه نعطي الناس أو نساعد الناس أو من خبراتنا نفيد الناس تانيين ده حاجة تانية. نعم. لأنه في ناس أنانيين وعايزين إنه الإنجاز أو هم ممكن يعطوا كل ما لديهم للعمل عشان يكون هو عايد لهم هم فقط. طيب ما هي صفة؟ دارين نعرف الصفة حتى الناس تكون حتى المتابع صفة المشاهد صفة عايزين نعرف العطاء. الصفة في حد ذاتها. نعم. صفة العطاء هي أتوقع إنه هي من شخصية الإنسان. نعم. إنه هو ما ممكن أيوة ما ممكن مع مرور الزمن يتعلمه لأنه الطابع يغلب على التطبع، إذا هو أساساً ما عنده هاي الصفة ما حيكتسبها. طيب ده تعريفك للصفة، نحن عايزين مفهوم الصفة. الصفة هي صفات الشخص الشخصية، يعني لا مثلاً مفهوم الصفة، يعني أنت لما تقولي أنه والله العطاء صفة نحن كمان نحن عرفتينا أنت صفة، عايزين مفهوم الصفة. نعم. إنه الصفة إنه هي الأشياء الموجودة في شخصية الإنسان، صفاته شنو يعني؟ لا نحن حس الصفة كده. نحن الصفة ذاتها دارينه في مفهومه شنو، ما هي مفهوم الصفة؟ يبدو في عندك جواب. ايوه ممكن. ما هو شوف في فرق بين انه الصفه دي عندها مفهوم. طيب. وفي فرق بين انه عندها تعريف. ما هي الصفه؟ شوف الصفه ده الانسان لما يتميز بعمل معين. الانسان المتميز ده بيصفوه بان هذا الانسان متميز. هي دي صفات الانسان، هو التميز. العمل اللي انت بتقدمه الشيء الايجابي. الصفه هو الشيء الايجابي. والحاجة اللي انت بتتميزها يقول لك والله فلان ده لاعب، هذا وصفوه بانه هو لاعب صراحة متميز، او واحد انه هو صراحة دائما يقدم شنو عمل الخير، هذا الشخص موصوف. الصفة هي عملية موصوف، انت موصوف بعمل معين انت متميز فيهم.
ده بالنسبه لي هي مقترنه بالتميز، لكن مفهومه انه الانسان لابد من يزرع في نفس الصفه المتميزه، مفهومه لابد من الانسان يكون دائما ايجابي، مفهوم الانسان لابد من يكون شنو دائما يترك الانيه، تركك للانيه وتركك، وصراحه انه مشاركتك مع الاخرين هي في حد ذاتها صفه، وفي نفس الوقت ده مفهوم بشكل عام، في مفهوم وفي تعريف، ونحن دارين نعرف للناس ما هو مفهوم الصفه، وفي نفس الوقت ما هو تعريف الصفه. وهي زي ما قال طبعا هي الاشياء دي كلها، انا اقول نحن تكلمنا دائما نتكلم في برنامج صباحي انه الانسان هو عباره عن منظومه صراحه متكامله مع بعضها البعض. لو احنا اليوم لو جينا نحن نعرف الانسان في حد ذاته عشان نعرفه عشان نعرف مفهوم الانسان، نحن محتاجين صراحه ايام وساعات وسنين. وكل حاجه لها صفه وكل حاجه لها مفهوم معين، واحيانا الاشياء تتقسم لعده اقسام. يعني مثلا زي قلنا العطاء هو مثلا الانسان المتميز هو صاحب عطاء الانسان. يعني انت امسك كلمه مميز، ناهيك عن انه هو اصلا قدم شنو، ما طال دخلنا كلمه تميز معناته هذا الانسان متميز في عمل معين ما عنده علاقه بالدين ولا عنده علاقه بالسياسه ولا عنده علاقه بشيء، بس كونك انت تكون متميز. طيب. انت صاحب عطاء. طيب. لان الناس وصفوك شنو، وصفوك بالتميز. طيب هل يعني هل يجب ان يكون المعطاء سعيد دائما ام لا؟ مش شرطا. لا السعاده ما عندها علاقه بالعطاء. حتى نكون نحن حتى يفهم مشاهدنا او الجمهور او المتعامل وحتى فريق يعني العمل يمكن لأي شخص انه يكون معطاء السعيد وغير صاحب السعيد العطاء طبعا له بين اكران الذات، له ارتباط بين اكران الذات. نعم. صاحب العطاء مش شرط ان يكون سعيد. صاحب العطاء انت ممكن اليوم تجي تلقى انسان سيد رامي يعني تلقى انسان حزين محتاج لحاجه معينه وانت صراحه وانت محتاج له وانت شلته اديته الحاجه دي وصراحه عشان ترضيه وعشان انت تقلل من حزنه وعشان تقلل من تخفف من الهم، لكن انت يظل الحزن مرافقك. انت يظل الحزن مش شرطا انت مش شرطا ترى مش شرطا ترى في وش الابتسامه. لا يعتبر اذا كان انا صراحه مش سعيد او ما مبتسم معناته انا انسان كئيب او لا قد يكون انا عندي ظروف عندي عوامل محيطه بي انا اديت الاولويه للاخرين حتى اوقف معهم انا صراحه في 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 في, في فرحهم اوقف معهم في كرههم. ولهب لا بد من الانسان صراحه نحن ما نربط شوف السعادة ما تربطها بالإنسان. السعادة هي جزء من الإنسان وما تربط، يعني السعادة دي أصلاً ما حاجة بتدوم معاك أنت. السعادة ما بتدوم معاك، السعادة ممكن تكون اليوم أنت سعيد وبكرة تكون ما سعيد. إذا معناته السعادة ما 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 ماشي أنه مش شيء يعني مش شيء دائما انه يكون هو مرافقك في كل وقت. يعني مش شرط انت تشوفني انت كل يوم السيد رامي انا سعيد. لا اليوم لانه انا اليوم قد يكون انا صراحه في بيئه تتطلب انا ما اكون سعيد، افضل انت ما تكون سعيد في البيئه اللي انت اليوم اللي هو انت، لانك انت اليوم ممكن قد تكون انت مشارك ناس عندهم هموم عندهم صحيح. صراحه مآساة عندهم، ولهذا السبب السعاده ما تربطها ما تربطها بشخصيه الانسان. تمام. نحن ما انا صراحه اقول لك من هذا المنبر اقول لك لا تربط السعاده بشخصيه الانسان. لا تربط السعاده لانه الانسان الانسان يتغير حسب البيئه. الانسان يتغير زي الطبيعه. صح. زي الشجره، يعني اليوم الشجره انت اذا ما تديها مي بتتغير ثاني يوم. صحيح. الانسان نفس الشيء. صحيح. اليوم الانسان شنو ما هو الشيء اللي بيسعد الانسان اللي هو الحياه البعيد فيها، لان انت اليوم ربنا سبحانه وتعالى ليش ربنا ما اداك الفرح دائما، ما خلاك تكون انت سعيد، ما خلاك تكون انت فرحان، في فرح وفي حزن، ليش خلى ربنا سبحانه وتعالى جاب حزن وجاب لك فرح؟ اذا طيب اذا لما انا اكون حزين كيف انت بتجيب لي السعاده؟ انت مو الشخص اللي بتوفر لي السعاده، اذا معناته السعاده نحن ما خلاها شنو؟ ما نربطها بالشخصيات، انا اقول لك من هذا المنبر انا صراحه مش مقتنع بانه انت والله تخليني انت سعيد، لا انت من تكون انت من تجيب توفر السعاده لنفسك مش عند الحاجه مش عند الحاجه، لان الانسان زي ما قلت لك الانسان هو تركيبته متغيره، الانسان سيكولوجيه فهمت علي؟ يتغير بين الوقت والاخر، ممكن اليوم تشوفني سعيد بكره تشوفني انا ما سعيد، ولا تربط لا تربط السعاده بحياتي. جميل. لا تربط السعاده بحياتي. جميل. وكل انسان يختلف من الثاني، وانا اقول لك كذب واحد يقول لك انا سعيد طول العام
ما في انسان لا بد من اي انسان يمر بالحزن ولا بد من اي انسان يمر بالسعاده. صحيح. السعاده عباره عن محطات والحزن عباره عن محطات، لا بد من تمر بهذه المحطات. صحيح. كانت انسان. صحيح. مخلوق. صحيح. اما تقول لي والله زي الجماد، انا بقول لك لا بقول لك حزين ولا بقول لك سعاد، لا بقول لك حزين ولا بقول لك سعيد. ليش؟ لانه ما فيه احساس. فقط الما بيكون هو صراحة سعيد أو الما بيكون هنا، ده الإنسان اللي ما عنده إحساس. الإنسان هو مشاعر وإحساس. ما دام الإنسان إحساس، ما دام الإنسان مشاعر وإحساس، إذا معناته صراحة إذا لا سعادة ولا 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 حزن. ممكن يوم سعيد وممكن يوم حزين. طيب جميل، شو رأيك نأخذ رأي زميلنا عمر في الاستوديو الرئيسي؟ والله يا ريت يكون عمر، إذا كان عمر كان جاهز. عمر بيسمعنا. عمر يدينا رأيه ويورينا. صباح الخير عمر. صباح. نعم، صباح النور عليك زميلي رامي، صباح النور على أستاذ مصباح وعلى كل الزملاء في كافيه الرواد. موضوع شيق جدا اليوم، موضوع العطاء. استمتعت جدا بالحديث الذي دار وتم والنقاش المتبادل بكل تأكيد بينك وبين الزملاء وبين أستاذ مصباح أيضا والزملاء. يا عمر، كان يوم موضوعنا عن العطاء. نعم، أنا يمكن سؤال أستاذ مصباح عن رأيي في العطاء، أو أنا يمكن بتفق مع رأي أغلب الزملاء وحتى مع رأي أستاذ مصباح فيما يتعلق بالعطاء. وحسب ما سمعته يمكن من حديث، العطاء هو مرتبط يمكن بالإنسان أولا، والعطاء إذا كان مادي أو معنوي أو حتى إذا كان في شكل معلومة أو حتى في شكل خبرة أو حتى في شكل أي نوع من أشكال العطاء، يجب أن تنبع من الشخص نفسه ويجب أن تتوجه من دون مقابل. يعني أنا أعطيك أي معلومة وأعطيك أي مادة أو أعطيك أي شيء من غير انتظار المقابل، هذا ما يعظم قيمة العطاء بنكران الذات. وأي عطاء يمكن فيه رياء يكون لا يسمى عطاء، أعتقد أنه يسمى شيء آخر، يسمى تباهي، يسمى أي شيء. فالعطاء مرتبط بنكران الذات، مرتبط بالقدرة على العطاء. إذا تستطيع أن تعطي معلومة، تستطيع أن تعطي سعادة، تشارك الآخرين في الأفراح، تشارك الآخرين أيضا بما لديك من إمكانيات أو غيره. جميل. من الأشياء، أعتقد أنه ده جانب مهم من جوانب العطاء. والعطاء أيضا في العمل، يعني يدخل في كل المجالات. جميل جميل. عمر أنا عندي سؤال. فضل. هل بإمكاننا نقدر نربط السعادة بالعطاء ولا لا؟ في بعض الأحيان هل هنالك ربط ما بين السعادة والعطاء أو لا؟ هل بإمكاننا كذلك أنه كبير من السؤال. يمكن أن نربط السعادة. نعم، يمكن أن نربط السعادة في بعض الأوقات بالعطاء، ويمكن أن لا نربطها بالعطاء. يمكن كما ذكرت، يمكن نقطة مهمة أنه قد لا أكون سعيد ولكنني أعطي معلومة، أعطي مال، أعطي العديد من الأشياء. وأحيانا لما أنا بدي الناس الأشياء أو بعطي أشياء بكون أنا سعيد. ليه سعيد؟ لأنه أنا بكون ساعدت إنسان آخر، أديته معلومة، أديته مال، ساعدته من ناحية أنجستليو عمل، ده برضو ممكن يولد فيني السعادة. فهي حاجة يعني مبنية على الواقع أو على اللحظة، إنه غد أكون سعيد وغد لا أكون سعيد، وممكن أعطي، يعني ممكن أعطي كثير كمان. إذا كنت تسمعني. طيب. نعم أستاذ مصباح. شكرا شكرا عمر. شكرا رامي، وشكرا لأستاذ مصباح، شكرا لكل الزملاء. مشاهدينا من صباح الرواد إلى أبرز أخبار رواد اليوم، مشاهدينا من عناوين صحف وغيرها، ولكن بعد قليل.
تحية طيبة مشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار رواد اليوم، من خلالها نقدم أبرز عناوين الصحف المناطية والعديد من الفقرات المختلفة. والبداية وأولى فقرات هي جولة وقراءة لأبرز عناوين الصحف المناطية الصادرة صباح اليوم، ونبدأ من صحيفة البيان التي نقرأ في صدر صفحتها الأولى: محمد بن زايد، الإمارات تدعم جهود تعزيز السلام ونشر مبادئ الإخاء بالعالم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للجهود والمساعي وكافة الهادفة إلى تعزيز السلام ونشر مبادئ الإخاء والتعايش السلمي على مستوى العالم. جاء ذلك بمناسبة الإعلان أمس عن تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها كل من قداسة البابا فرانسيس باب الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي. وقال سموه أن إعلان تشكيل لجنة يؤكد الحرص على تنفيذ رؤى مشتركة لبلورة المبادرات والأفكار الداعية إلى التسامح والتعاون والعيش المشترك ووضعها موضع التنفيذ. تفاصيل في صحيفة البيان مشاهدينا، ونبقى فيها ولكن إلى صفحة الاقتصادية. الإمارات والسعودية داعمتان لاستقرار سوق النفط. في التفاصيل أكدت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الإمارات والسعودية تبذلان ما في وسعهما لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي. وأبرزت الوكالة تصريحات سابقة لمعالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، والتي قال فيها أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سوف تعقد اجتماع الأمناء يوم 12 من سبتمبر في أبوظبي. وطمأن الوزير القطاعات الاقتصادية بأن الطلب ما زال قويا، وأعرب عن اعتقاده بأن منظمة أوبك سوف تستمر في سياستها الثابتة بخصوص مستويات الإنتاج. وأكد المزروعي أن الإمارات سوف تستمر في دعم المنظمة والدول غير الأعضاء فيها لاتخاذ إجراءات لازمة لاستقرار سوق النفط العالمية، مشيرا إلى أن الإمارات مستمرة في دعم استقرار الأسواق. وأعلنت السعودية أن الرياض سوف تفعل كل ما في وسعها من أجل وقف تراجع أسعار النفط العالمية بأي ثمن، وتفكر في كل الاحتمالات والخيارات. وارتفعت أسعار النفط الخام أمس، حيث صعد الخام القياسي العالمي مزيج برنت 64 سنتا أو نحو 1% إلى 59 دولارا للبرميل، وارتفع خام القياسي الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 1% إلى 55 دولارا و42 سنتا للبرميل. من صحيفة البيان إلى الإمارات اليوم، التي فيها العديد من العناوين، ولكن اخترنا منها: 1500 شاب من 58 دولة يعرضون أبحاثا علمية في أبوظبي. ينظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الملتقى العلمي العالمي 2019 تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة خلال الفترة من 24 إلى 26 من سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض إدنك، بمشاركة نحو 1500 من البراعم والشباب الذين يمثلون 58 دولة وجميعهم من محبي العلوم، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمعلمين والتربويين والمبدعين ضمن أكبر معرض عالمي غير تنافسي يدعم التعاون والبحث العلمي بين دول العالم كافة. وقال مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني مبارك سعيد الشامسي أن الملتقى العلمي العالمي 2019 يعد من أكبر المحافل العالمية العلمية المتخصصة، حيث يتضمن حلقات نقاشية موسعة ويوفر فرصا للتواصل بين العلماء الطموحين من جميع أنحاء العالم الذين يمكنهم عرض ومقارنة ومناقشة المشروعات العلمية التي ابتكرها وصممها شباب ومبدعو العالم ضمن فئات مختلفة عدة هي الأحياء والعلوم السلوكية والاجتماعية والكيمياء والعلوم الكمبيوتر وغيرها من العلوم والمجالات الأخرى. تفاصيل في صحيفة الإمارات اليوم مشاهدينا، ونبقى فيها ولكن الأخبار التكنولوجيا. وويندوز 10 يحقق مزيدا من الاستقرار في عامه الرابع. في تفاصيل هذا الخبر، كشف التقييم الدوري الذي يخضع له نظام تشغيل ويندوز 10 بصفة سنوية منذ طرحه قبل 4 أعوام أن النظام حقق مزيدا من النضج والاستقرار والنجاح في عامه الرابع مقارنة بسنوات سابقة، لكنه لا يزال يواجه تحديات خطيرة. فمن بين 6 معايير للتقييم حصل النظام على درجة 1000 في المعايير المتعلقة بالخصوصية والمعيار المتعلق بالتوافق مع الأجهزة والمعدات التي يعمل عليها، كما حصل على مستوى بين الدرجتين ألف وباء في المعيار المتعلق بالأمن والحماية، وحصل على درجة جيم في 3 معايير أخرى هي التحديث والتطبيقات والتبني ومعدل الانتشار. وقد حصل ويندوز 10 على هذه الدرجات في نظام التقييم السنوي الذي صممه ويشرف عليه خبير ويندوز
أد بوت الحاصل على العديد من الجوائز في كتابة التقنية أو تقنية المعلومات لأكثر من عقدين، ونشر تقريره عن تقييم ويندوز عبر شبكة زد دي نت المتخصصة في التقنية. ننتقل في ختام هذه الجولة إلى صحيفة الخليج ونقرأ فيها زراعة قطب كهربائي يعيد الأمل لفاقدي البصر. طور علماء سويسريون وإيطاليون تقنية تعتمد على زراعة أقطاب كهربائية في الدماغ من شأنها أن تعود الأمل لفاقدي البصر. نجح العلماء من مدرسة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية المتخصصة بالتكنولوجيا والهندسة في سويسرا وجامعة سانت أنا للدراسات المتقدمة الإيطالية في تجاربهم التقنية بإيصال تيار كهربائي مباشر إلى العصب البصري للأرنب عبر قطب كهربائي أطلقوا عليه أوبتيك سلين. ويعد زراعة القطب في دماغ وبعد زراعة القطب في دماغ الأرنب راقب العلماء المنطقة المسؤولة عن الرؤية من خلال خوارزمية خاصة لفك تشفير الإشارات، واكتشفوا أن القطب الكهربائي حفز القشرة البصرية المسؤولة عن معالجة البيانات البصرية في أدمغة الحيوانات. ويعتقد العلماء أن التقنية ستشكل ثورة في هذا المجال. وقال ديغو جيزي المشارك في تطوير التقنية من المدرسة السويسرية إنها تكنولوجيا متطورة وواعدة ونعمل على تحسينها. وذكر سيلفيتر ميكرا المشارك في الدراسة أن أوبتيكس لين يتكون من 12 قطبا صغيرا تعمل على توصيل التيار إلى القشرة البصرية. ختام هذه الجولة من الرياضة ونقرأ فيها لوكاكو يسجل وسانشيز يقترب من الإنتر. سجل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الجديد هدفا في مباراة ودية أمام فريق جوزونو درجة الثالثة في إيطاليا بنتيجة هدفين مقابل صفر، وذلك بعد أسبوع من تسجيله 4 أهداف في أول ظهور مع فريقه الجديد الذي قدم إليه من مانشستر يونايتد مقابل 73 مليون استرليني في الصيف. ورد لوكاكو بهذا الهدف على تقرير صحيفة كوريه ديلو السبورت المحلية الذي أشار إلى إمكانية عدم مشاركته في افتتاح الموسم أمام ليتشي الاثنين المقبل بسبب بدانته. ونشر مهاجم مانشستر يونايتد السابق صورة له على حسابه في انستغرام يظهر فيها عضلاته ورشاقته مرفقة بعبارة ليس منظرا سيئا لفتى بدين، وذلك ردا على التقرير الذي ذكر أن وزن اللاعب 104 كيلوغرام والإنتر يريده أن يكون أقل من 100 كيلوغرام. وفي سياق متصل شهدت تشيلي إلسكيز شانسيز وهو يرفع يده بتحية الوداع تمهيدا لانتقاله بصفقة إعارة الإنتر مقابل 5 ملايين استرليني لموسم واحد ثم 18 مليون استرليني في حالة تم تمديد بقائه موسما ثانيا. وذكرت تقارير أن شانسيز مستعد لخفض أجره الأسبوعي الحالي 500 ألف استرليني وسيتقاضى أقل من أجر لوكاكو أعلى اللاعبين أجرا في الإنتر حاليا. مشاهدينا بهذا الخبر تنتهي جولتنا في الصحف المغربية الصادرة صباح اليوم. تفاصيل أخرى الأخبار تجدون على الصفحات الداخلية لهذه الصحف. فاصل قصير نواصل بعد تقديم أخبار بدرية. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد إلى فقرة أخبار موضوعات الرواد اليوم، والبداية كالمعتاد أبرز العناوين. مجموعة رواد الأعمال التفكير بشكل مختلف وتقديم حلول أعمال مميزة. موارد التوظيف تعلن عبر موقعها الإلكتروني عن وظائف في مختلف المجالات. تطوير قائمة الاجتماعات ضمن نظام إدارة المهام من شركة الرواد للحلول المتكاملة. في عناويننا أيضا لهذا اليوم، أكاديمية الرواد للتدريب تعمل على تطوير بعض المناهج التدريبية الخاصة بمجال الإعلام والعلاقات العامة. أيهما أولا، الفكرة أم العمل؟ موضوع نقاش ضمن برنامج لقاء خاص على قناة الرواد الفضائية. من أبرز العناوين مشاهدينا ننتقل إلى بعد قليل إلى فقرات أخرى ضمن أخبار رواد اليوم، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الآن إلى فقرة الطقس، ونلقي نظرة على أحوال الطقس ودرجات الحرارة الدنيا والعليا ونسب الرطوبة المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الصباح.
بعد ما تابعنا واستعرضنا 70 درجة الحرارة ونسب الرطوبة، دعونا نستعرض أبرز ما ستشاهدونه خلال هذا اليوم على شاشة قناة الرواد الفضائية من برامج مباشرة ومسلسلة. وصلنا بكم مشاهدينا لنهاية حلقة أخبار رواد اليوم، والتي استعرضنا فيها العديد من الفقرات كان أبرزها أنا من الصحف المغطية. وبالتأكيد في صباح الرواد تم مناقشة العديد من المواضيع المختلفة وأخذ الآراء الزملاء من خلال كافية الرواد حتى الملتقى. تقبلوا خلص تحياتي، أنا عمد نور الدين، أحييكم وتحيا الزملاء فريق العمل أر جروب دوت هي دائما للمزيد. كما يمكنكم متابعة البث الحالي للقناة وبرامجها المختلفة على الموقع ذاته. نسعد بتواصلكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولمن فاتته جميع حلقاتنا يمكنكم زيارة RBC TV على اليوتيوب ومشاهدة كل هذه الحلقات. إلى اللقاء، ودمتم بألف خير وعافية، حتى الملتقى.